تمام، السفرة جاهزة. شكرا آسيا، لما يجوا الضيوف بنقعد على السفرة. بلا ما نستنى على الفاضي، ما بعتقد أبي جيهان رح يجي. ليش هارون؟ لأنه ما فيهم يخالفوا أوامر نصوح آغا. إذا بدك اسألي يارين، يعني من دون إذن نصوح آغا ما حدا بيقدر يساوي شي بهديك العيلة. بالله شو؟ احكي عن حالك هارون. حبيبي يارين، هي بما أنها أغلى حفيدة بعيلة شاد أوغلو، من لما كانت طفلة ما حدا بيقدر يرفض لها أي طلب، مو هيك يا مرتي حبيبتي؟ ايه منيح. على الأغلب نصوح آغا رح يجمع عيلته ويجوا كلياتهم لهون، بما أنه يارين أغلى حفيدة بعيلة شاد أوغلو. أنا بعتقد أنه المفروض يلبوا دعوتي. هي دعوة أصدقاء ونسايب، مو هيك؟ لسه في وقت، بنستنى كمان. ماشي أمي. ابني خد هي، حطها بجيبتك بتشوفها بعدين. طمنيني عن صحتك ستي. الحمد لله يا ابني، انا بخير. الله يرضى على بنتي زهرة ويوفقها، هي عم تهتم فيني كتير منيح. وكأنه زهرة عم تستضيف امها مو ام ضرتها، مانك شايفة؟ شبك هلا، من غير شي النار عشوي رح تطلع من راسي. سكتي. انا كنت بدي ارجع على بيتي بس ابوكي ما خلاني اروح. لا شو هالحكي امي، شكرا، انت تاج على راسنا، معقول تروحي؟ ما بيطاوعنا قلبنا انك تضلي لحالك بالضيعه، وكمان الافضل تبقي بالقصر لنشوفك اكثر. تسلمي لقلبي يا بنتي.